اوكي، المرة القادمة تطرقنا انه شو سوفت وير اركيتكتشر، اوكي، وحكينا انه السوفت وير اركيتكتشر طبعا في له عدة زوايا بتنظر له، اوكي، قلنا لوجيكال فيو هو عبارة انك بتقسم السوفت وير اركيتكتشر انتو كومبوننت ونعرف شو علاقتهم ببعض. فمثلا ممكن تعبر عن السوفت وير اركيتكتشر طريقة كومبوننت دايجرام، هاي اللوجيكال فيو، وكمان ممكن تعبر عنه بطريقة كلاس دايجرام بالطريقة هاي يعني. لكن بدل ما تحط إشارة الكومبوننت تيجي بتحكي مثلا اسم، بتقول سب سيستم، يعني لو بتحكي مثلا سب سيستم، اوكي، خلص بتسد عن إشارة الكومبوننت، اوكي. وحكينا انه اهم شيء عندنا طبعا رقم واحد، اوكي، وعندنا process view، وتطرقنا على process view كيف بدهم يحكين مع بعض. يعني مثلا تخيل كيف بدهم يحكين مع بعض، يعني this interaction انه كيف بدهم ينادي methods من بعض، كيف بدهم يبعث messages لبعض. فهذول اهم two views من جهة مين؟ من جهة ال developer، اوكي، لانه هذول بساعد انه ايش يعمل الكود، اوكي، بساعد انه يعمل الكود. انت بدك تقول كيف بدنا نقسمهم، اوكي، وبعدين كيف بدهم يتواصلوا مع بعض، اوكي، انتراكشن. مثلا انتراكشن بتكون مثلا احسن مثال ممكن تكون طريقه تنادي ميثودز طريقه مباشره، تبعث مسجز الى اخره. فهذا الكلام مهم ان نتطرق له. وحكينا انه ذا بروسيس فيو، اوكي، ممكن نعبر عنه طبعا اذا بدنا نستخدم رموزي وام ال تعبر عن فكرتك. حكينا يمكن تستخدم كوميونيكيشن دايجرام، ومثل ما احنا رايحين نتطرق لهم انه كوميونيكيشن دايجرام هذا يعني احنا بعدين لو مصير نعمل يوز كيسز، كل يوز كيس هي عباره عن قصه انت بترويها، كيف بتفاعل مع بعض الاوبجكتس اللي بنفذن قصه اليوز كيس، اوكي. فانت بهاي الطريقه بتعبر عنها within كوميونيكيشن دايجرام، اوكي. طبعا احنا بعد ما نخلص هذول هندخل ان شاء الله اليوم انه كيف بدنا نربط السوفت وير اركيتكتشر وذ ذا ريكويرمنتس من قبلي ومثال، وهيكون مشروع الماده بالطريقه هاي بتبدا عليه، يعني مشروع الماده بتاخذ من الريكويرمنتس حتى نطلع كود، اوكي. فالاشياء اللي بدنا نكمل عليها، حكينا انه اذا شفتوا الدبل لاينز، طبعا الكوميونيكيشن دايجرام يعني انا لان بشوف هاي اخطاء، اذا بنرسم يو ام ال كوميونيكيشن دايجرام بقول هيك الهن علاقه ببعض، وبعدين بحط المسجز اللي هن الاسهم الشافين. يعني ما بدنا نعمل بالطريقه هاي ونصير نعمل هيك، لا، هذا انت بترسم طريقتك الخاصه، يعني انا ما بعرف شو قصدك بكون، اوكي. فطبعا اذا شفت الدبل لاين معناته هذا الشيء is working by itself، يعني thread. فإذا بتطلع على الرسمة هاي بتعرف إنه this designer مستخدم 3 threads. طبعاً رسمتنا هون عرفنا thread، كمان هو كتب لنا هون thread، لأنه بالسيستمز الكبير ممكن يكون complete process، يعني programs بيشتغلن مع بعض. أوكي، يعني مش بس threads، لكن إحنا بالكورس هون ما بدناش نتطرق نقول processes between each other، يعني programs كاملات بتتواصل مع بعض، لا، احنا نتعامل مع one program وجواته threads. فعندي كم threads؟ عندي 1 2 3 على السريع. يعني انا لو ما بدي اعمل كود، معناته شو بدي اعمل كود؟ معناته انا عندي هون اللي مسميه M1، هذا نوع الاوبجكت تبع الثريد، اوكي، ومن نوع ايش؟ سايت مانجر. يعني سايت مانجر هذا اذا بدي اعمله كلاس باي اتسيلف، هذا لازم يكون ثريد بالطريقه اللي عملناها. وكذلك فيديو مانجر لازم يكون كلاس معمول طريقه ثريد وهكذا. لكن اللي هون this is not a thread، this is just a regular class، وهذا object منه، اوكي، وهذا object منه. الان كيف الثريدز، المنطقة الاكسكيوشن تبع الثريد or the execution context، يعني مع مين الثريد بشغل الثريد الاولاني، هاي الجزيرة تبعته. يعني لو ما شغلناه من جويت run method، اذا بدنا نقول مستخدم جافا ثريدز، معناته من جويت run method انا بتعامل مع this object وبتعامل مع هذا الاوبجكت،
طب الثريد الثاني لا، هيو ما بتعاملش مع other objects، ان التو ثريدز بتعامل مع بعض. والثريد الثالث جزيرته هون، وهذا مهم. يعني انا بعرف لو من اطلع على الرسمه هاي من بناء على الرسمه معناته these two objects اللي هون واللي هون، هذا معناته شغالات من one thread، معناته thread safe اكيد بناء على الرسمه هاي. ما في other threads بتعامل معاهم، معناته اكيد thread safe. they are run by one thread. Okay. they are executed by one thread. طب شو معنى هذا الكلام؟ بناء يعني معنى هذا الكلام انه انا لو من يجيني، شفتوا من هون رقم واحد وحكينا عنها المره الماضيه، لو من تيجيني المسج من برا شو هذا الثريد بيعمل؟ طبعا بيبعث اكنولجمنت الها، وبيجي شو بيعمل؟ هون اخذها من الاوبجكت الاولاني وقال له بيبعث اكنولجمنت. هذا كله وذ اكسكيوشن، هذول ما بقدرش يعملهم كلهم مع بعض لانهم من وان ثريد. يعني خطوة خطوة، الخطوة الأولى هاي استمت، والخطوة الثانية هاي تمت، الخطوة الثالثة هاي تمت إنه خزن المعلومة، والخطوة الرابعة مع بعضها أربعة مع بعض إنه عبارة حكى للثريد تبع السنسر مانجر بلش يشتغل start collection، وحكى للثريد M3 من نوع فيديو مانجر لا تجمعش فيديوز anymore. هذولا رقم أربعة مع بعض. ليش رقم أربعة مع بعض؟ هو عبارة شغل threads. فمثلا أوكي، الآن لو تيجي another message، لو تيجي another message بده واحد يطلب من السيستم يعمل لي another one عشان نعرف إنه ليش الديزاينر عملهم threads. الآن لو تيجي another message، إذا بعده بيعمل بالخطوات 1 2 3 و4 معناته هاي المسج بقدرش يعملها، لأنه بقدرش يعمل أكثر من شغلتين بنفس الوقت لأنه one thread. لكن بعد ما ينهي خطوة 4 ويشغل الثريدز الثانيات، في يبلش بالمسج الثاني ويعمل نفس الشيء. أوكي، في يبلش بالمسج with the second message ويعمل نفس الشيء. يعني هاي الخطوة 1 و2 و3 و4 هذولا كلهم بالحياة العملية، يعني انت بتحكي قد يتم من ان مايكرو سكندز او ملي سكندز، فما بنطول على المسج الثانية انها تنحط مثلا انه اقدر يعني ابلش فيها. اوكي، فما لو افترضنا مثلا انه كل الموضوع اللي هون صار ان وان ثريد، انه الشخص صار ما استخدمش ثريدز. اوكي، عشان نصل ليش احنا نستخدم هذا الكلام، ليش احنا بنستخدم كونكرنسي. الان لو رجعنا لمثالنا الاولاني، وصلت المسج الاولى قراها، هاي خطوه واحد، وخطوه اثنين حكى انها وصلتني، وخطوه ثلاث خزن معلومات المسج، وبلش بخطوه اربعه لازم تنهي خطوه اربعه. فخطوة أربعة بده يخلي كل السنسرز يجمع، صار هو اللي بلشان بشغلة السنسرز إنه يجمع، وبس يخلص تصير هاي خطوة خمسة بقدرش يعملهم مع بعض، بده كمان ينهي collections of video managers or videos. فأنت الخطوة الرابعة ليش هو اختار هيك؟ الخطوة الرابعة والخامسة لون this will take a long time based on the system. It may take hours. It may take days. أيام. يعني فعلا في بعض البروسيسنج ممكن تاخذ اسابيع. اوكي، وهكذا. طيب الان للسؤال لو اجتني الان مسج ثاني من برا بقدر ابلش فيها؟ لا، بقدرش ابلش فيها غير ان اخلص كل شغل ذا فيرست مسج. طيب واللي بعث لي المسج صح؟ يعني إذا عملنا بالطريقة هاي أصلاً المسج راح تكون تايم أوت من خلال النتورك، إذا لأني بقدرش أرد عليها. فذاتس فيري باد ديزاين سيستم. فإحنا بنضطر إنه حتى أقدر أبلش وأرد على وأخدم الناس الثانيين، يعني باجي بقول أجتني المسج الأولى هيني بلشان فيها، ممكن لو تجيني مسج ثانية أأخرها 1 ملي سكند 2 ملي سكند بمشي لورا. أوكي؟ لكن لما اسلم الراي للثريدز الثانيات
للمسج الاولى، انا في ارد على اللي هون اقول له استلمت منك وهاي اكنولجمنت وخلص. يعني اكنولجين ذا مسج لا يعني ان انا خلصت كل شغلها، انا وصلني الطلب والطلب بشتغل عليه يعني بعدين. اوكي، وممكن يشغل اذر ثريدز، يعني ممكن انذر في عندك ثريد اسمه ام 3 هون تبع فيديو مانجر تبع المسج الثانيه، ومسج هون ام 2 اللي هو ثريد، وترد الشغل انذر ثريد للمسج الثاني، يصير تو ثريدز، تو ثريدز قاعدات بيعمل سنسر كولكشن مثلا. هذا كمان بصير حسب السيستم اللي انت فيه. اوكي، ف ذاتس لما انت تستخدم الثريدز، واحنا طبعا هذا الكلام بدنا ايش؟ بدنا نطبقه. اوكي، بدنا نطبقه عمليا يعني. اوكي، وليش هاي الاسباب ان بنعملها؟ اوكي، طيب لو كان هذا مثلا بتواصل الاوبجكت مع كوميونيكيشن كمان بتواصل مع الاذر ثريدز، معناته صارت اذا يعني النقطه انه هاي كونتكست ثريد من الرسمه وهاي بيشتغلن مع بعض، شفتوا كيف؟ معناته اللي هون صار شيرد بتوين تو ثريدز، معناته لازم اطلع على الكود اللي جوا واتاكد انه ثريد سيف ولا لا. اوكي، يعني احنا ما بنرسم، احنا قاعدين بنشوف كيف بده يشتغل ات ران تايم. ذيس از ران تايم دايناميك، يعني ران تايم. اوكي، ران تايم. اوكي، النقطه الاخيره اللي بدنا نتطرق لها هون، اوكي، النقطه الاخيره اللي بدنا نتطرق، يعني قبل الاخيره ذكرت نقطه اخرى، اوكي، اللي هو نوع المسجز. انت اذا بتلاحظ عندي نوع مسجز مثلا، هاي نوعها هيك وهاي تعني شيء بيو ام ال، وهذا كود يعني، هاي نوع المسج الاولى، واذا بتلاحظوا في نوع ثاني من الارز بالطريقه هاي، كل واحده تعني شيء ان ذا كود. يعني انا لو ما نطلع عليها انا تعني شيء ان ذا كود. اوكي، اللي هون مثل هاي معناتها اسينكرونيس، الكلمه هاي اللي قدامها اسينكرونيس، شو معناتها اسينكرونيس؟ يعني معناتها انه انت زي مثلا بتسال زميلك مثلا خذ لي هالورقه معك على هالديبارتمنت وانت اشتغل لي شغل الورقه لانك انت بدك تعمل شغل اخر، فانت بتعطي الورقه وما بضلكيش واقف تستنى زميلك تروح تعمل شغلك، لما زميلك يجي بيحكي لك انه انا اجيت. اوكي، فانت هون شو صار معك؟ انت انجزت اكثر من مهمه بنفس الوقت، عملت الورقه اللي راحت على وكلتها لشخص اخر، وانت ظليتك كشخص اخر انه تعمل شغلك، فصار شغل بنعمل نفس الوقت. اوكي، هاي معناتها اسينكرونيس. اسينكرونيس لو من انت اعطيت الورقه لزميلك انت ما استنيتوش تنو خلص الشغل، ما ضليتش واقف وقاعد مكانك حتى انه يخلص شغله. اوكي، اذا بدك تعمل هيك كان المفروض انت تروح تاخذ الورقه للقسم، انت قاعد بدون شغل، انت بتمثل ثريد وزميلك بيمثل ثريد، هاي الحاله. اوكي، فاذا انت بدك تعطي المهمة لثريد ثاني وتقعد تستنى فيه، يعني ثريد بيعطي مهمة لثريد ثاني وبده يقعد يستنى فيه حتى يخلص شغله، معناته ايش؟ معناته ما فيش داعي تعملهم تو ثريدز من البداية اصلا، ليش ما ينعملوا وان ثريد ما دام بده يقعد يستنى فيه؟ اوكي؟ فهي معناته بقول انا اعطيت امر كوماند، قلت لهذا الثريد الثاني ستوب كولكشن، لكن هل هو خلص فعلا ستوب كولكشن؟ لا، أنا قلت له أعطيته أمر وتركته مشان أبلش بالمسجز الثانية اللي جايات من برا، فهاي معناته بقول له أنا بستناهوش، أعطيته لايك سيجنال يعني كوماند فقط، أنت أعطيت كوماند وما استنيتش تنو الفيديو مانجر هنا يخلص شغله. أوكي، طيب لو أنا غيرتها للنوع الثاني، لو الديزاينر حكى لك هيك لسبب أو لآخر، يعني أحيانا انت ممكن تعطي الورقه لزميلك لكن بدك الورقه ترجع لك، يعني تقدرش تعمل الشغل المفروض تعمله حتى يرجع لك الشغل،
هذا صار النوع الثاني، شيل الـ A من بدايتها صارت synchronous. synchronous أنا بدي أظني واقف مكاني حتى يجيني الرد. هاي المفروض ما تكونش between threads. It's bad performance إلا إذا اضطريت، إذا اضطررت إليها. مش مفروض تعطي ورقة لزميلك يروح على القسم وتظلك تستنى فيه، ما استفدناش. أوكي؟ كذلك مش مفروض تقول لثريد أنا بدي أعمل لي هالشغل وأظني قاعد واستنى، طب ليش ما عملت الشغل كله من وان ثريد؟ أوكي؟ فعادة for good performance المفروض تكون asynchronous. يعني مثلا كيف asynchronous؟ مثلا بتعطيه مسج وبتقول له مثلا يعني هاي كيف stop collection، يعني معمولة بالكود. stop collection هي بتكون مثلا انه مثلا method، مثلا عندك زي variable اسمه stop وقلت له مثلا force، حطيت له يا force. اوكي زي flag، يعني boolean جويت هذا الكلاس واسمه stop وهذا اللي عمله بس حط له force. فاللي هون مثلا قد يكون هنا loop وكل مرة بلف باللوب بشوف في stop force ولا لا. إذا في force معناته أجاني أمر إنه وقف، ببلش يشتغل بتوقيفه. بس المهم اللي هون اللي قال له stop ما وقف له، هاي كمان asynchronous. يعني ممكن تكون طريقة method بالطريقة، يعني زي flag بتحط له إياه، وممكن تكون message كامل بتروح عليه. أوكي بس ما بنتظر الرد. طب ليش هذول اللي هنا عملناهم كلهم بالطريقة هاي؟ هذول لا method calls، لأن هذول أصلاً within the same thread execution context. يعني مثلاً شو معنات هذا الكلام؟ أنا وأنا بقرأ المسج بقدرش أعمل خطوة ثانية زي ما قلنا قبل شوي. لو من أبعث acknowledgement الثاني بقدرش أعمل خطوة ثالثة. ولو من أبلش أخذني المسج بقدرش، لأنه هذول زي methods. هذول تخيل هو أنا run وقاعد بنادي methods هذول. بنادي بيقول get me the first message خطوة الأولى، send acknowledgement خطوة ثلاث، ثلاث update اللي هو خزن المسج، وأربعة تحكي لل يا يعني بتصنع threads، قد تكون يعني بتعمل threads أو الثريدز موجودة يعني حسب الابليكيشن، وبتقول للثاني واحد بيقول start والثاني بيقول stop. okay. This is execution. Execution يعني run time، يعني this is the dynamic part of that. Okay. Any question? Any questions? Okay. طبعا انت الانترفيسز اللي بالطريقة هاي انت بتصلهم تعرف مين بحاجة مين. يعني مثلا لو حكيت لك بدنا نرسم logical view بين site manager وvideo manager، بقول site manager. Okay. وفيديو مانجر، لانه لوجيكال فيو معناته الاقسام ومين بيخدم مين، مين بيخدم مين، مين بيجاوبني، مشان اعرف انكم بعدكم صاحيين معي. مين بيعطي الخدمه؟ فيديو مانجر بيعطي الخدمه لسايت مانجر ولا العكس؟ سايت مانجر هو اللي بيعطي الخدمه لفيديو مانجر. شو رايك؟ يعني مين بعطي الامر للثاني؟ اللي بعطي الامر هو اللي انخدم، واللي نفذ الامر هو اللي بيخدم الثاني. شور سايت مانجر بيعطي للفيديو مانجر. لا انت طلعتوا على السهم. الان السايت مانجر شو حكى للفيديو مانجر؟ قال له ستوب كولكشن. صح؟ معناته السايت مانجر اعطى كوماند للفيديو مانجر قال له ستوب كولكشن. مين اللي نفذ خدمه فعلا للستوب كولكشن؟ الفيديو مانجر. فيديو مانجر معناته هو اللي بيخدم، معناته بس هو حقق الخدمه، يعني هو المستفيد، يعني مش هو اللي بيخدم. صح، السايت مانجر المستفيد اللي طلب اللي بحاجته، فبتكون هاي من جهته. اوكي. يعني سايت مانجر هو اللي بيقول لك انا بحاجه الخدمه، انا بقدرش اعمل ستوب كولكشن لوحدي، فبدي واحد يعمل لي اياها. مين اللي بيعمل له اياها؟ فيديو مانجر، فهو اللي نفذ له الخدمه. يعني هيك الله
اثنين مربوطات مع بعض. انا لو بدي اعبر عن الرسم اللي قدامي within a logical view، يعني اني بس اقول مين التقسيمات تبعتي اركز ومين اللي بخدم مين، بيناتهم انترفيس. اوكي، لازم يكون بيناتهم انترفيس، لانه سايت مانجر ما بينادي شغله مباشره، ما بيلعب، ما له دخل بالكود. لازم نحط دائما انترفيسز علشان دوما نفس الطريقه. يعني سايت مانجر هو المفروض ينادي ستوب كولكشن، لكن كيفيه ستوب كولكشن هتكون بالفيديو مانجر. اوكي، فاحنا هنا نهتم كثير with performance لانه هذا ران تايم. اوكي، هون لو نقسم الكومبوننتس احنا طلعنا على other quality مثل modifiability، كيف انا بدي اقلل التعديل. اوكي، فهذولا يعني اتمنى انها وصلتكم الفكره. بيجي عندنا other views، يعني المفروض نعرفهم لكن مش مهمات بالطريقه الثانيات من ناحيه الديفلوبر. في عندك فيو ثلاث اللي هو هذا لما يخلص الكود كانوا ايش يقولوا للناس وين الكود موجود، مثلا الكود تبع سكاجول الموجودات ان ذس باكج زي الباكجز تبع جاب وين الكود موجود. اوكي، الان هاي بتلاقيها في تولز، يعني انت وان كوماند من نت بينز او كليبس بيطلع لك كل الكود وين موجود، وبطلع لك اياها بشكل ويب براوزر، وفيك تروح يكليك على اي ميثود وبياخذك على الكلاس الى اخره. لكن لازم تعرف انه هذا كيف الكود بعد ما نعمله وين موجود، يعني الفايلز الموجودات فيه. والثالثه هي مهمه لكن مش مهمه للديفلوبر، هي مهمه فور برودكشن تيم، يعني التيم اللي بوزع اللي بعطي اللي بركب السيستم. ففيزيكال شو يعني فيزيكال؟ يعني زي هاردوير، كيف بدك تركب السيستم. فمثلا هون طبعا ال 3D هذا UML deployment diagram اللي قدامنا اذا بتتذكروا deployment diagram، كيف بدنا نركب السيستم. فمثلا بتقول انه على الكمبيوتر اللي اسمه كذا بتحط لي هذا الاكسكيوتابل فايل. ممكن واحد يفصل معلومات اكثر ويقول هذا الاكسكيوتابل فايل اصلا هو the implementation of this code of this component، هاي معنات manifest هو اللي عمل الكود تبع هاي الكومبوننت، يعني الامبلمنتيشن تبعه. وبتقول يعني لو من يجي الشخص بده يركب السيستم بيجي بقول انا بدي اجيب اكسكيوتابل فايل مثلا واحطه على هذا واركبه هون وهكذا. شفتوا يعني بقول له وين تركب الاشياء، هذا فور برودكشن سيستم. يعني ديفلوبرز مفروض يحكوا للناس اللي بتتركب السيستم وين تركب الاشياء، اوكي، مشان يشتغل، هم ما بيعرفوا. فعاده بالشركات بكون عندك برودكشن تيم، هذا فعلا بحط السيرفرز وهالاشياء اللي بكون ذا ريل يوزرز تبع الشغل بيشتغلوه، يعني اللي بيستخدموه. ديفلوبمنت تيم بكون عندهم سيرفرز وهذا، بس هذا مشان ديفلوبمنت، مشان يعملوا تيستين للكود ومشان يعمل ما يعني الاثنين منفصلين تماما. اوكي، فطبعا عندنا 1 2 3 4 زائد 1 اللي هو الريكويرمنت، وهي من هون اجت المعنى يعني. اوكي، كله بدور حول الريكويرمنت. هذا الكلام اللي هو له علاقه وذ سوفت وير اركيتكتشر. الان يعني هذولا مشان يعطينا معنى شو يعني software architecture كمقدمة له. طبعا هذول باقي المطلوبات اللي ماخذين منكم مشروع اثنين، هذول مطلوبات على فكرة انك تزودهن بمشروع واحد. اوكي، لكن انا بصراحة غيرت التمبلت لهذا الفصل، يعني اذا انت عندك مشروع واحد مش راح تشوف انه مطلوب منك هذول الفيوز فعلا، لانه يعني الطالب بضيع فيه مش عارف ليش يعني. لكن يعني هن يعني متعارف، يعني هو الهدف من الاركيتكتشر اهم شيء انك تقسمه ومين وتحط مين بخدم مين، تفصل بيناتهم مثلا وذ انترفيسز، وتقول ات ران تايم
كيف البروتوكولز يعني كيف نحكي مع بعض سواء methods أو إلى آخره. أوكي، فأهم شيء عندنا أنا بهتم فيه في هذا الكورس اللي هو the first two views، لأنه أنتوا developers. أوكي، فdevelopers يعني هذولا أكثر اثنين، ولازم تعرف الثانيات على السريع يعني. أوكي أوكي، حدا عنده أي سؤال قبل ما نبدأ بموضوع آخر؟ الآن مشان نبعد شوية عن النظري ونقول طيب إحنا كيف شو علاقة الأركيتكتشر؟ إحنا بنقول الأركيتكتشر أول مرحلة بيجي بعد الريكويرمنتس إلى آخره. هدف السلايدز هذولا إنه أنت كيف بدك تربط الريكويرمنتس بمرحلة السوفتوير أركيتكتشر أند ديزاين حتى ندخل لنقطة إن بدنا نكتب كود. هذول بفيد إنك يعني هذول السلايدز بفيد إنك مشروع واحد ومشروع المادي أكيد. أوكي، ف يعني مشان تربط الاشياء ببعض. اوكي، فانت لو من يكون عندك ريكويرمنتس، طبعا هون احنا بنفترض انه الريكويرمنتس موجود مثلا. اوكي، لكن في الحياه العمليه المفروض تعرفوا انه من اكثر المراحل يعني بتغلب على فكره مرحله الريكويرمنتس في الحياه العمليه، لكن احنا هون نفترض ان الريكويرمنتس صارت موجوده عندنا. اوكي، فبدنا ناخذ من الريكويرمنتس حتى نحكي انه وي ار ريدي، بلشنا نكتب كود. اوكي، بدنا نكتب كود. فهذول يعني اربع مراحل انا جمعتهم، طبعا جمعتهم من كتاب على فكره لو تشوفوه بتتفاجئوا انه متلخص اكم سلايد، بس زبده الموضوع من هذا الكتاب يعني هاي الأشياء. بالحياة العملية لا يعني إنه طبعاً إنه يتبعوا هاي الخطوات، لكن صدقون اللي عندهم خبرة بتتبعوا هذول الخطوات بدون ما يدروا أحيانا، لأن بس من خبرتهم. فإحنا بنرتبهم مشان ترتيب الأفكار كيف أنت تأخذ شيء من requirements وتصل كود. أوكي، فالخطوة الأولى، الخطوة الأولى هي requirements بحتة، يعني مرحلة requirements. أوكي، ف requirements إنه زي ما بتعرفوا واخدتوا كورس الموديلينج واخدتوا الهاد إنه بدي أطلع with the use case diagram. طيب لويش use case diagram؟ يعني لو سألنا نفسنا لويش بدي use case diagram؟ هل كل واحد مثلا بالحياة العملية فعلا بيعمل use case diagram؟ أنا بقول لك لا، أنا بحياتي العملية ما عم استخدمت use case diagram. أوكي، لكن إذا ما استخدمتش فكرة use case diagram أنا بكون بستخدم شيء مساوي إله، لأنه الهدف شو ليش بدي إياه. فأنا إذا ما استخدمتش طريقة معينة أكيد أنا قاعد بعمل طريقة أخرى رديفة إلها. يعني هو لا يعني إن الواحد ما استخدمش use case diagram معناته أنا ما بديش إياه، لا، بس أنت الهدف اللي بسببه نحط use case diagram هتصل لنفس الهدف لكن بطرق أخرى. طيب شو هدف use case diagram؟ انت بتعرف you are as an engineer you have to divide your problems. If you don't know how to divide you are not an engineer. اي شغلة بتصطدم فيه لازم تقسمه. طب شو بستفيد اني اقسمه؟ انت لوما بدال ما تتعامل مع شيء كلي شيء كبير انا صرت اتعامل مع اجزاء منه. لو من أتعامل مع جزء أنا بقدر أتعامل مع كل جزء أسهل مني أتعامل مع الشيء الكلي. وهذا يعني حتى في ناس يعني بالحياة العملية بطبقوه بالطريقة، يعني واحد مثلا عنده وقف بطل يجمع في أشياء كثير بباله، مثلا واجبات امتحانات إلى آخره، مثلا ممكن في واحد يجي يقول يمسك ورقة وقلم ويقول رقم واحد عندي امتحان كذا، رقم يوم كذا، عندي واجب كذا، عندي كذا، عندي كذا، عندي كذا، بدي أشوف شو بدي أقدر أعمل وأعمل خطة إني أعمل. هنا شو لما هو كتب واحد اثنين ثلاث هو قسم المشاكل اللي صارت بعقله بطل يقدر يجمع من وراها، فهو قسمها مشان يتعامل مع كل جزئية منها. وهذا اللي بيعمل لك إياه هذا use case diagram. The use case diagram بأخذ requirements وبيجي بقسم لك requirements. طب شو أقسام requirements؟ use cases.
هذول أجزاء من الريكويرمنت. شو استفدت من هذا الكلام؟ استفدت من هذا الكلام لو من أبلش أبني السيستم وذا كود، أنا بصير أبلش بكل يوز كيس لحالها، ما بروح أبلش بكل شيء مع بعضه. أوكي؟ يعني مثلا طيب شو الرديف إلها مثلا أحيانا بالحياة العملية يستخدموش؟ أنت يعني أنا شخصيا لو بقينا نشتغل بقينا نسميهن ستوريز، نقول في عندنا ستوريز، ستوري 1 ستوري 2 ستوري 3، وهذول عناوين عامة للشغل. احنا قسمنا الريكويرمنت لستوريز، لكن الناس اللي عندها خبرة بتقدر تطلع بهذا الأشياء، يعني تقدر تطلع بالعناوين العامة وتقسمها حتى ما يكونش عنده يوز كيس دايجرام. لكن هو شو عمل؟ هذول الأشياء الستوريز كانت رديفات لإيش؟ رديفات لليوز كيسز. بطريقة أخرى، أنا شو هدفي لو من قلت ستوريز؟ أنا هدفي إني أقسم المطلوب مني لعناوين عامة، وبعدين أرد أخذ كل ستوري وأعملها تاسكس. وهذا الكلام درستوه بالمادة، على يعني مادة زي ما حكى لي بعض الطلاب، هي مادة الحفظ اللي هي Fundamentals of Software Engineering، وهي مادة يعني هي اللغة اللي بتستخدمها، مش مادة حفظ فعلا. اوكي، على الأقل لو أنا أدرسها أنا حسب الطريقة اللي بعملها، أنا بدرسها بالصيفي، وهذا الكلام اللي بنعمله يعني. اوكي، فأنت بتقسم. إذن الآن أنا بدال ما أستخدم الريكويرمنتس كلها مع بعضها قسمتها لستوريز، وكل ستوري قسمتها لتاسك، والآن باجي بقول من النف التاسك 1 ولا تاسك 2، أنا قاعد بعمل كود لون تاسك، ما بعمل كود لكل الريكويرمنتس. وستوري هي فعلا يوز كيسز، هذول ستوريز. اليوز كيسز عبارة عن ستوري، كل واحد ستوري. كيف برويها؟ برويها هون ستوري، خطوات. ولهذا السبب نقول عنه ايش؟ نقول بنسميها سيناريو، عشان هذا بنسميها سيناريو. شو يعني سيناريو؟ يعني كيف تروي، مش بتروح تحضر مسلسل بقول لك بكتب السيناريو، لانه ستوري، المسلسل هو ستوري وبروي السيناريو. اوكي، فهو فعلا هي كل يوز كيس فيك تنظر لها لايك ستوري. اوكي، وبدك ترويها. اوكي، وبناء عليها انا في اجي ورايحين نصل يعني، واطلع منها ماي كلاسز فروم ايتش يوز كيس، واطلع ماي كيف الانتر اكشن. ليش قلت لكم بهتم بالتو فيوز هذولا وكيف بيحكين مع بعض؟ وهذولا على اساسها بكتب الكود، لكن انا بكون اتعامل مع ون يوز كيس، ما بتعامل مع كل الريكويرمنتس. مثل الطرق الاخرى الاجايل هاي اللي بتقسم الستوريز وترد تقسم كل ستوري لتاسك، نفس الفكره. شو هدف الطريقتين؟ هدف الطريقتين اقسم الريكويرمنتس. لو من اقسم الريكويرمنتس انا بصير اتعامل مع اجزاء صغيره مقارنه لو من اتعامل مع الشيء الكبير. فانت فيك تنظر لليوز كيس دايجرام الان وقت تقسيم الريكويرمنتس، مشان اصير اتعامل مع كل جزء من الريكويرمنتس اللي هون بنسميها يوز كيس. اوكي، حد عنده اي سؤال عن الكلام اللي حكيته؟ يعني انا يعني بحاول انه قدر المستطاع انه اقنعك بالشيء، اوكي، مشان تقدر تستفيد منه في الحياه العمليه، مش انه قالوا لي استخدم اعمل يوز كيس دايجرام معناته انا بعمل لانه حكوا لي هيك. لا، انا يعني اذا هيك معناته في مشكله يعني. اوكي، اوكي، الان كيف بدنا نطلع باليوز كيس دايجرام والدوكيومنتيشن اللي له؟ طبعا دوكيومنتيشن مع يوز كيس دايجرام نسميها يوز كيس موديل. على فكره دايجرام فقط الرسمه، والموديل مع الدوكيومنتيشن. كيف بدي اطلع فيها، او معنى اخر كيف بدي اقسم الريكويرمنتس؟ طريقه اليوز كيس دايجرام بقول لك انه اول شيء شو بتعمل؟ فايند ذا اكترز، يعني كطريقه. اوكي، فايند ذا اكترز. اوكي، طيب شو يعني اكترز؟ اكترز انه انا بحط السيستم اللي عندي هون
وبقول مع مين أنا بتعامل خارج السيستم، مين بخدم. دكتور، تفضلي. هم نفسهم بيكونوا الستيك هولدرز بهاي الحالة؟ ستيك هولدر صاحب المصلحة، مش هو أي حدا بيأثر أو بتأثر بالسيستم، فهدول يعتبروا آكترز. هون تكنيكال فيو بوينت. ستيك هولدرز صاحب العمل اللي يعني لو واحد حكى لك مثلا انه سوبر ماركت، حكى لك اعملي لي سوفت وير ينظم لي شغل المحل، اوكي، مين الستيك هولدرز؟ صاحب المحل اللي مين اللي انت بتهتمي انه يكون راضي عن الشغل، اوكي، هذا ستيك هولدرز اللي بده يدفع لك، اوكي. الان مين اللي راح يستخدم السيستم؟ الكاشير مثلا، صح؟ مظبوط. احنا هون يعني احنا هون ما يعني ما بيهمني مين الستيك هولدرز، اوكي، بقول لي مين بده يستخدم مين. شوفي، هو انت لو بدك تعمل اي شيء ان سوفت وير لازم تعرف حدودك. يعني انا مسؤول عن ايش؟ انا مسؤول تو بيلد ا سوفت وير سيستم، صح؟ software system. This is my software system. Okay. مين اللي بيأثر عليه؟ يعني مين اللي بيخدمه هذا software system؟ هيك بدنا نضله. يعني لو رحت مثلا بمحل السوبر ماركت وحكيت في كاستمر، على سبيل المثال، بروح بجيب اغراض وبحطهم بالعرباية تبعت الشوبينج، عرباية التسوق قايم، اوكي، وبيجي هذا الكاستمر بعد ما يعبي اغراضه بيجي بجيبهن لعند الكاشير، والكاشير بدخلهم لك بالسيستم. انت هون دائما بدي اعرف مين اللي انا خدمته. انت ما خدمتيش الكاستمر، انت خدمت الكاشير. الكاشير هو اللي بتفاعل مع السوفت وير سيستم اللي انت بدك تعمليه. معناته كاشير it is the actor، customer is not an actor، okay. لأنه إحنا في النهاية وهنعرف إن شاء الله، يعني أملي بالله نقدر إني أقدر أوصل لكم المعلومة إنه ليش بدي أعرف حدودي، لأنه هذا بناء عليه بدي أكتب كود كبار من جوا، okay. ما بدنا نضيع. ليش أنت بتعرف حدود؟ مشان تعرف شو بدك تعمل شيء من جوا، يعني okay. فthis is the actor. أتمنى إنه قدرت أجاوب سؤالك، يعني أوكي. طيب بلاقي الأكترز، أوكي، يعني هذا السيستم. طبعا أنا يعني حاطط لكم هاي كمثال اللي بالأسفل، لأنه مش راح أقرأ كل شيء، هذا شيء أنتوا يعني ما أخذينه، بس أنا بدي أحاول أرتب لكم المعلومات ترتيب، يعني أوكي. فأنت لو من تقرأ بالrequirements أو الأخيره بدك تعرف، زي ما قلنا السوبر ماركت في كاستمر في كاشير، طب مين اللي بتفاعل مع السوفت وير اللي انا مسؤول عنه؟ قلنا كاشير. فانت تيجي مثلا تقرا اذا كان مكتوب، بس بالحياه العمليه في شيء طبعا مكتوب بالطريقه هاي، اوكي. بالحياه العمليه انت بدك تاخذ الكلام هذا من اتمام الناس، يعني باجتماعات، اوكي. المهم، a customer can withdraw cash from either a checking or saving account. على فكرة احنا بنعمل banking system، يعني للعلم، okay. والbanking system في servers وفي عندك ATMs، الصرافات الآلية، okay. يعني هذا المثال اللي قدامنا، يعني المشكلة نختار هذا المثال لانه انتو بتعرفوا شو requirements، عشان ما نبلشش ان اول شيء نفهم requirements، فنفترض انه فهمانين requirements، okay. So a customer can withdraw cash from either a checking or saving account. فأنت وان بيقول customer مثلا قد يكون actor، مرشح يكون actor. Can withdraw cash، إذن أنا بخدمه، إذن أكيد هو actor. Okay. فهو actor. فأنا بطول الأكترز الإلي، طبعا لو أقرأ requirements بطلع another actor عندي. Okay. فأنا اخترت الأكتر. بعد ما أختار الأكتر بدي أقول أنا كيف بخدم هذا الأكتر؟ ما أنا قلت أنه أكتر، إذن كيف بيتفاعل مع السوفتوير؟ إذا ما بتفاعلش مع السوفتوير اللي أنا مسؤول عنه، مع
معناته this is not an actor. طبعا الاكتر ممكن انه الاكتر another system. اوكي ممكن الاكتر is another system. يعني ممكن مثلا الاكتر مثلا انت عندك مثلا tax office مثلا software تبع الضرائب. ومثلا على سبيل المثال انه في يتفاعل مع مين، في مثلا يطلب خدمة محلات او غيره انه روح وشوف قديش بعته كل يوم مثلا، يودي طلب واللي هو نرد عليه، صار التاكس كمان اكتر. بس انا ما بكتب السوفتوير تبع التاكس، معناته ايش؟ خارج السيستم اللي لي اتس انذر اكتر. يعني الفكرة اللي بنقول لك اياها هنا، فانا خدمت التاكس سيستم ان اعطيته معلومات مثلا اللي طلبها. اوكي ف ممكن يكون another actor مش إنسان، ممكن يكون another system another software system يعني للعلم. فأنا الآن بدي أمشي على كل actor مثل الكاستمر قدامه وأجيب الـ use cases. طبعا حكينا الهدف مش إنه يكون عندي، يعني أنا الـ use case diagram يعني خدمني خدمتين الآن، خدمني نقول لي مين وين حدودي ومين اللي بتعامل معاي، وخدمني خدمة ثانية انه قسمني الـ requirements to a use cases من زاوية الـ actors، من زاوية اللي بيستخدم السيستم. فأنا هنا طب شو الخدمات اللي بقدمها للـ actors؟ ما يعني الهدف خصوصا هذا الكورس ومشروع التخرج this is not a modeling course، انه احيانا بدي اتأكد كمان انك انت بتعمل model واحيانا بتعرف رموز الـ UML واحيانا. أنا هنا هدفي إن نبني software will design software يعني with a quality. فممكن مشروع المادة وغيره يطلع عندك one use case one actor شيء طبيعي. أوكي شيء يعني عادي ما في مشكلة، إحنا هدفنا بالنهاية إن نطلع فيه كود. فأنت بتيجي على كل actors بتقول شو الخدمات اللي بعملها عادة، انه شو الخدمات يعني مثلا لو اقول لك شو الخدمات اللي بخدمك اياها الصراف الالي، رجاء لا تقول ليش انه بخدمني بيعمل لي لوجن. يعني ساعدت لو واحد لو انت وقفت قدام صراف الي واحد ما عرف ما عمرهوش استخدم الصراف الالي وقال لك والله طيب هذا الصراف الالي انا ما عمنيش استخدمته، انا دوما بفوت على البنك يعني ما عمنيش استخدمت، شو الخدمات اللي بعطيني اياها؟ بتقول له بخليك تعمل لوجن، ما بتقول لهوش، بتقول له بقول لك withdraw cash خليك تعمل ايش، تسحب من اي نوع اكاونت، وبخليك query the balance تعرف له الرصيد، وبخليك مثلا transfer funds انك اذا كان عندك اكثر من حساب تحول من حساب لحساب مثلا. اوكي ابو لاجن، لاجن هاي خطوة من خطوات واحد من use cases. اوكي يعني احنا مش هدف لان انا شفتها بكتاب ولا شفتها حكى لي اياها خلدون الزعبي بالمحاضره معناته كلام مقدس، لا. انت شو هدف الخدمه، شو هدف الخدمه اللي شو الخدمات اللي بيعطيني اياها، هذول اليوز كيسز. اوكي فانت لو من يطلع اليوز كيسز بناء على الاكتر بيطلع عندك هذول الثلاث اللي طعناهم قبل شوي. طب شو قصة include وextend؟ هذولا انت لازم مش انه يعني هحكي عنهم اكثر. خلينا الخطوة الثانية بعد ما يطلع من الـ use cases شو بدي اعمل؟ بدي الاقي the scenario لكل، مش قلنا الـ use case قصة، اروي لي القصة بالتفصيل الممل، لانه انت لو من تكتب كود انت بتفصل تفصيل ممل. تخيل الـ use case كأنها one method وبدك تروح تكتب in this method الكود تبع الـ use cases كل خطوة. فأنت شو بدنا مثلا withdraw fund، شو منقول رقم واحد مثلا؟ منقول customer insert the card، صح؟ مثلا insert the card، طبعا هذا بجيبها من الـ من الـ من الـ requirements. طب بكون number two ATM read the card، جابت معلوماته مثلا. رقم ثلاث احكي للكاستمر انتر يور بين، طبعا يعني انت هون القصه
اللي بتتذكروا بقى يسموه هابي دي ولا اخره، لا هو المين سيناريو اللي القصه بدون مشاكل، يعني كل خطوه بتتنفذ ما فيهاش مشاكل. اوكي هذا المقصود. انتر ذا بين، بعدين نمبر 4 مثلا سند ذا بانك سيرفر مثلا احكي له ايش انه فاليديت. نمبر 5 انه مثلا الان رجع الرد، والان باجي بقول له مثلا ديسبلاي انه قل لي شو بدك، شو الخدمه اللي بدك اياها مني ما دام انت صاحب الكارت ودخلت البين نمبر كويس. الان قل لي مثلا بقول له ديسبلاي ذا بين، عفوا ذا منيو، اون ذا منيو مثلا بقول له withdraw funds query account الخيارات اللي بدي اياها. طبعا لانه احنا قاعدين نشتغل على withdraw funds شو بنقول له نمبر مثلا بعديها، والكاستمر يختار withdraw funds وبتبلش الخطوات حتى بالنهايه تعطيه الكاش وتعطيه الكارد ذا كارد وتعطيه ذا ريسيت وكلياته. اوكي انت لو بتكتب كود تكتب تفصيلي، يعني انت فيك اولها قبل ما تطلع اليوز كيس ده يعني ممكن تكتب زي سودو كود إلها وبعدين تطلع خطوات. اوكي الان لو باجي على الاذر يوز كيس شو برجع بقول؟ حتى يعني واحد بده يشوف بس قديش رصيده، بنقول نمبر 1 دخل الكرت، رقم 2 قرأنا الكرت، رقم 3 هنا انت as a software guy بدك توقف وتقول انا قاعد في عندي نفس الخطوات تبعات withdraw fund، اول كم خطوة من withdraw fund هن نفس الخطوات. اوكي هن نفس الخطوات، انت ممنوع تعمل copy paste. خليني اعمل copy paste من documentation تبع withdraw funds واحطهم بquery account، معناتك you are not a designer، انت يعني زي الكود انت روحت بدك تستخدم عيدة استخدام بعض الكود بتعمل له مش كابي بيست، شو بتعمل له؟ بتعمل له ميثود، تحطه ميثود لوحده وبتنادي الميثود من الجهتين اللي استخدمه. احنا وي ريوز ستاف، ما مر من ظنش من ظناش نكرر اشياء ما لنا علاقه فيها. اوكي يعني ما بنعمل شغله كابي بيست، ولو من اجي على ترانسفير فاندز بلاقي نفس الخطوات نفس الشيء. فشو انت بدك تعمل؟ بتقول هذول الخطوات المشتركه بدي اطلعهم بيوز كيس اسمها فاليديت بين، او اللي انت ممكن تسميها لوجن. اوكي فاليديت بين، اوكي او تعمل لوجن بروسس مشان اذا حاب كلمه لوجن طلعت معي لوحدها. فاليديت بين او فاليديت كارد او فاليديت يوزر سميها زي ما سميها، هن الخطوات اللي لو من كاستمر دخل الكرت وحتى طلعت له المنيو وقلت له اختار ايش تو ويدرو او تو كويري او تو ترانسفير. هذول ليش حطيتهم انكلود؟ انكلود لان الخطوات مشتركه. يعني شو معناه الان؟ خلينا نعيد الدوكيومنتيشن تبع ويدرو فان. شو بقول رقم واحد؟ بقول له انكلود use case mean validate pin. رقم اثنين the user selected withdraw fund، اختار ال withdraw fund. ورقم ثلاث الى اخره، و query account بتكون فيه الخطوة هاي. شو معناته؟ انا ناديت another use case، معناته انا اذا بدي اروح اشوف شو الخطوه الاولى كيف فاليديت بين بدي اجي على خطوات الفاليديت بين اللي هي موجودات. لكن انا ما بعيد كل الكلام هذا المكتوب، ما بعيده بكل يوز كيس. هاي معناه انكلود طلعت معاك لوحده. اذا انكلود معناته انه في شيء مشترك بين اكثر من يوز كيسز، انا جمعتهم مكان واحد مشان ما اعملش كوبي بيست. فما بدي تقول انكلود معناته الشيء اللي لازم اعمله، طبعا لازم تعمل من خطوات جوا. يعني withdraw fund جواته validate pin، خطوات validate pin فلازم تعملها يعني لانه هي جزء من الخطوات. اوكي فعلى هذا الاساس انا قررت ان اقول include.
فطيب متى كمان في حالة ثانية ممكن برأي الشخص إن نعمل include؟ أحياناً بتلاقي صح ما فيش خطوات مشتركة، لكن أحياناً بتكون اليوز كيس كبيرة، يعني ممكن يكون عندك مثلاً 20 خطوة. أوكي، فأنت زي ما بطلع عندك method while you're writing a code big method، شو بتيجي تعمل؟ بتقول خليني أخليها أسهل للقراءة، فأسهل للقراءة باجي بحطها هيك، وبرد أحط بقول بقسمها لأربع أجزاء، يعني كل 10 خطوات مثلا من 30 خطوة خلينا ألاقي لهم اسم وأحطهم بمرحلة لوحدة. هذا لو من الشغلة كبرت كثير بديش يكون خطوات عندي كثير فقسمت. طبعا إحنا ليش إحنا الشيء المشترك إحنا بنعتني فيه كثير؟ for usability، وهي كمان بالكود يعني ما يعني هنحكي عنه شاء الله كمان شوي. فأنت هون اوكي، فانت قلنا اذا هاي انكلود اوكي. طيب الان بعد ما تعمل وطلعت ولقيت الانكلود اللي لك مثلا، انت الان بعد ما عملنا ذا مين سيناريو، انا الان شو بدي ارجع؟ بدي ارجع اقول الان الحياة طبعا فيها مشاكل، فبدي ارجع كل خطوة واقول شو ممكن غلط يصير. اوكي، مثلا تيجي بتحكي بتقول الخطوة الاولى قدامك customer inserts the ATM card into the card reader، الكاستمر حط الكارت. طب واذا ولد صغير كان او ولد كبير بس بعده زي ولد صغير، حط لك مثلا على عبالك هالكارت حجار وما قدرش تفوت الكارت بالسرة، هذا مش شغلي لانه هذا ما اثر على السوفتوير اللي اوكي. انا بدي اختار شو ممكن يصير غلط ياثر على السوفتوير. لهذا السبب احنا دائما بنحكي اعرف حدودك، شو بياثر علي. انا ليش اخترت كاستمر اصلا هون اكتر؟ لانه بياثر مباشر على السوفت وير اللي انا بدي اكتبه. فبنيجي على الخطوه الثانيه، الخطوه الاولى ما فيها مشكله، فبنيجي على الخطوه الثانيه بنقول if the system recognizes the card it reads the card number. طب واذا if it doesn't recognize the card شو بيعمل؟ فباجي هون مثلا، طبعا المفروض ان السلايد بس انا ماخذ مكان ارقمهم، يعني 2.1 معناته هاي شيء ممكن يصير بالخطوة 2 اللي فوق. بقول لك if the system doesn't recognize the card is ejected، يعني ما قدرتش أقرأ الكارت أنا بعطيه. شو ممكن يصير أشياء؟ طب وإذا طلع مثلا the card is expired، لما قرأته أنا قرأته لكن expired شو بدي أعمل؟ هذا بناء على requirement، شو قانون البنك. طب وإذا طلع صاحب الكارت باقي مبلغ عنه انه ضايع منه او مسروق او الى اخره، شو بدي اعمل؟ هذا برجع ايش؟ لا قوانين البنك، شو الريكويرمنتس حكوا لك انك تعملها. فاحنا نيجي نقول 2.2 مثلا if the system determines the card date has expired or stolen or lost the card is confiscated. شو يعني يعني صادرنا اخذنا وهكذا. تيجي مثلا خطوه ثالثه على سبيل المثال انه سيستم شو قال لك انه دخل البين نمبر. خطوه رابعه خطوه ثلاثه فيها مشاكل؟ ما فيهاش مشاكل لانه تحت تصرف السيستم. خطوه اربعه كاستمر انترز ذا بين. طيب واذا الكاستمر ما دخلش البين؟ يعني مثلا اجى بيدخل البين واجى سرح الكاستمر، اجى واحد حكى معاه ونسي وراح وترك الكرت حتى بالبنك، شو بدي اعمل؟ وهون بنقول رقم 4 4.1 شو بدي اعمل؟ مثلا if the customer doesn't enter the pin within 1 minute مثلا بعطيه بيب، within 5 minutes وبعده ما دخل مثلا باخذ الكرت مثلا حسب الريكوير. شفتوا كيف؟ فبالطريقه هاي احنا بنعمل لهم documentation. ولو من نصل لمرحلة كيف نبني الكود، يعني شو نبني الكود؟ يعني كيف نعمل ديزاين؟ هنرجع لكل use case ونأخذ الخطوات ونبلش نكتب كود
فقط للقدامنا مش لكل الريكويرمنت. هذا من اسباب ايش الـ 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 يعني ان قسمنا الريكويرمنت بتعامل مع جزء جزء. تفضل. في حد عنده سؤال؟ اوكي. في مثلا على سبيل المثال اكستنت ممكن يطلع عندك شيء انه انا اقول له اكستنت طبعا بناديها بقول مثلا اكستنت انذر يوز كيس انه الاكستنت انه ذس وان اوكي واحط عليها اكستنت ممكن تطلع معك شيء مثل هيك. طبعا انت يعني عفوا هي اكستنت بتيجي بالجهه الثانيه شفتوا اكستنت لانه مين اللي بيعمل اكستنت بيعمل اكستنت مثلا على سبيل المثال هو خلينا نقول كونفسكيت كارد يعني مصادرة هذا مثلا فيها خطوات. شو الخطوات؟ الخطوات مثلا انه بس اعرف بدي اعمل كونفسكيشن بروح اول خطوة مثلا ببعث للبنك بقول له انه علم للسيرفر مثلا رقم واحد سند السيرفر بقول له احكي انه هذا الاكاونت اي توك اتس كارد موجود بالفرع الفلاني. نمبر 2 مثلا ابعت تكست مسج لصاحب الاكونت اقول له انا اخذت الكارد تقليله رقم الى اخره. فصارت فيها خطوات. هاي الخطوات هي وسعت خطوات فاليديت بن. شو يعني؟ يعني 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 ممكن فاليديت بن اوكي انها ايش تعمل اكسكيوشن لهذول الخطوات. فهي extension. شو يعني extension؟ extension مدد الشيء كبره. فلناش نحكي والله السهم معكوس. لا السهم مش معكوس. السهم إذا بدك تقرأ كلمة extend بقول confiscate extends validate pin يعني وسعت خطواته زادت على خطواته لكن based on a condition. يعني أنت لو بدك تيجي تكتب هون تيجي تقول مثلا لو ما قلنا if مثلا هون مثلا okay. if the system determines the card has شو بنيجي بنعمل بنقول extend مثلا confiscate كذا انا بناديها بناء على condition okay. بناء على condition فهي ما بدنا نقول validate بين معناته مو خياري ممكن تعمل confiscate ولا ما تعمل لا okay. هو confiscation to confiscate this card has extended validate يعني وسعت عليها بناء على مين بناء on condition. حدا عنده أي سؤال؟ This is the first part requirements. يعني إحنا بهالكلمتين اللي حكيناهم حكينا شوي عن requirements وحكينا عن كيف نقسم requirements وكيف نعمل لهم model. الآن الخطوة الثانية static modeling. static modeling هي زي requirements زائد software architecture يعني تداخل مع بعض. اوكي static معناته شيء ثابت الشيء اللي ايش اللي مش مفروض يتغير كثير يعني شيء ثابت. هذا قد يكون software مثل راح نشوف قد يكون اكيد هاردوير ستاتيك موديلنج. يعني مثلا انا لو من اطلع على الريكويرمنتس مره ثانيه اوكي وبلش الاقي الستاتيك ثينجز انت خلينا اول شيء ابدا مثلا في عندي هاردوير اوكي هاي اكيد ثابته وبعدين هنشوف الاشياء الاخرى. فهاردوير يعني انا لو من اطلع على الـ على الـ على الـ مثلا ايه طلع عندي شيء اسمه اي تي ام ماشين اوكي طلع عندي شيء من المكونات الاي تي ام ماشين مثل ايش مثل كاش ديسبنسر اللي بنعطيها الكاش وطلع عندنا مثلا برينتر وطلع عندنا شغلات كثيره ف ذيس از يعني هاردوير
اوكي، فانا بدي اجيبها بطريقه ايش اللي بنسميه، في عندي شيء اسمه سيستم كونتكست، وهذا كمان مهم مشان اعرف حدودي. احنا قلنا الاكترز بكفنا على الحدود، بس السيستم كونتكست ممكن يبعد اكثر، يقرب يعني يفصل حدودي مع الاشياء الحقيقيه حتى لو كان مغطيها واحد من الاكترز. فانا عندي اكيد الاكترز هم جزء من السيستم كونتكست، هذول بحيطوا بالسيستم. مثلا عندي الاكتر الاولاني اللي هو اوبريتر، هذول ايش؟ هذا مثلا بريت السيستم اللي لي. طبعا السيستم اللي بدي اعمله تصميم هي هون السوفت وير سيستم. One of them, the operator, this is an actor, external user. طبعا هذول بدك تقول شو هو الاوبريتر، اكتب external user. طب وين الكاستمر؟ الكاستمر هل فعليا، شفتوا كيف صرنا نقرب اكثر للسوفت وير؟ هل الكاستمر فعليا بتعامل مع السوفت وير؟ كيف بتعامل مع الكاستمر مع السوفت وير اللي بتعامل معي؟ من خلال الديسبلاي، الكيباد هاي بتكون الهاردوير قدامي، صح؟ مش بكبس ازرار والى اخره والشاشه والى اخره، او بتعامل مع الكاش ديسبنسر، او بحط الكارت جويه الكارد ريدر، او باخذ الريسيت من البرنتر ولا لا؟ فهو بتعامل معاي بالطريقه هاي. هذول طلعن معاي هاردوير كومبوننت. السوفت وير سيستم، ذا ريل سوفت وير سيستم اللي انا بتعامل معاه، هو بتعامل مع الكارد ريدر، وبتعامل مع البرنتر، وبتعامل مع الكاش ديسبنسر، وبتعامل مع الانترفيس تبع الكاستمر اللي بيكون على الشاشه، سواء كانت تاتش سكرين او كيباد او الى اخره. شفتوا كيف؟ الان حتى الكاستمر بعدته عني، وانا ما بتعاملش مع الكاستمر، انا في شيء بنوب عن الكاستمر يتعامل معي، هذول الهاردوير كومبوننتس. فطلع عندي ايش؟ This is the system context. هذا عنده اي سؤال؟ اوكي؟ هذا شيء ضروري، لانه هذا بناء عليه انا ايش؟ بناء عليه انا رايح يعني اكتب الكود اللي جوا بناء عليه. اوكي، شايفين بعد كل السكرين عندي؟ اوكي، احضرت الان. اوكي ماشي. ف this is وايش جزء من static modeling، إن ألاقي السيستم قطص. إذا الآن أنا طلعت بال the use case model، قسمت ال requirement. الآن بناء على هاي ال requirements طلعت with the system context، شو محيطي؟ إلى حد الآن إذا ملاحظين يعني أنا قاعد بقول يا ساتر بدايته، يعني كيف؟ يعني قاعد بقول وين أنا، وين المسؤول عنه، وين المش مسؤول عنه، يعني بحاول أعرف حدودي. فطلعت بال use case model وطلعت السيستم كونتكست. الان هاي الشيء اللي عملناه، قلنا هاردوير، طب شو في اشياء ثابته؟ الان سوفت وير، في اشياء ثابته بتكون بالسوفت وير لما يبلش استخدام السيستم. اوكي، هاي ممكن تكون يعني انت زي ما بتشوف، انا ما بهمنيش يعني، المهم فقط من ان نعملها، هذا اللي بهمني. ممكن تكون تابع لخطوه 2 او تابع لخطوه 3. اوكي، انا بس طلعت السيستم كونتكست بدي اطلع شيء اخر الان الكود، وهو ماي داتا كلاسز. يعني شو الكلاسز اللي راح يكون فيهن اوبجكتس ات ران تايم، وهيظل فيهن داتا اللي احنا هون شو بنسميهن؟ بنسميهن انتيتي اوبجكتس او انتيتي كلاسز. هذولا انتم عملتوهم قبل المره، اوكي أكيد عملتوهم، يعني مشكلة إذا ما عملتوهم مش، أو مش متذكر إنك عملتهم. هذول بدك تطلع الكلاسز اللي يحتوين على داتا. يعني أنا تذكرت شو بقينا نعطي مودلينج كورس المودلينج بياخذوه، اللي بقينا نسميه دومين مودل، اللي بسميه الدكتور محمد بالمادة اللي بدرسها،
اللي هي دومين مودل. اوكي دومين مودل هن الكلاسز اللي فيهن داتا. طب والميثودز؟ الميثودز بعدين. انا بعدني الان بحكيش عن ميثودز، انا بحكي بدي الاقي الكلاسز واقص واحط داتا فيهم، لانه this is object oriented. object oriented بدي الاقي الاوبجكت والاقي الداتا جويه الاوبجكت، يعني ذات الخطوه الاولى. شفتوا هذا ممكن تعتبره static modeling، وممكن تعتبره بالخطوه الثالثه انه كيف بدي اطلع my classes. يعني انت اللي شافه، انا يعني either one ام okay with. طب كيف بدنا نطلعهم؟ احنا بلشنا نفكر شو الكلاسز اللي بتنحطهم بالكود. اوكي هذولا اغلب الظن اغلبهم بكون فعلا كلاسز، وممكن بعضهم ما نحطهمش كلاسز لو ما نبلش نكتب الكود، بس اغلبهم يعني 95% او اكثر هيكونين كلاسز، حتى 99%. كيف بدنا نطلعهم تتذكروا؟ هون طريقة تفكير Object Oriented. يعني قبل ما أقول لك كيف، إذا أقول لك إنه العملية مش حفظ، العملية فعلاً طريقة تفكير. اللي هو مثلاً وحكيت لكم قبل مرة، يعني لو هن المكتب، أنا قاعد بالمكتب مثلاً، لو قلت بدي أصمم المكتب اللي حوالي طريقة Object Oriented. شو يعني Object؟ يعني أشياء. طب شو الأشياء اللي حوالي؟ أشياء اللي حوالي مثلاً عندي كمبيوتر، في لابتوب قدامي، في عندي ديسكتوب، هاي من الأشياء، في عندي كراسي، وفي عندي طاولة، في مثلاً إلى آخره، أوكي؟ فأنا مثلاً أجمعت الأشياء، أنا جمعت الأشياء. طب كيف بدي أجمع الأشياء من الريكويرمنت؟ طبعاً الريكويرمنت يا برجع على الريكويرمنت بالطريقة هاي، إذا أنت ما كانش عندك زي طريقة اليوز كيس موديل، وإذا كنت أنت وكتبت هذا الكلام برجع لهاي الأشياء، بمشي على كل يوز كيس دوكيومنتيشن وببلش أدور على إيش؟ بدور find the nouns، يعني الأسماء. هاي طريقة تحفيظ، يعني طريقة إنه تبصم الموضوع بصم إنه بدي ألاقي الناونز. بس هي مش هيك، هي بدك تلاقي الاشياء. زي انا ما لقيت الاشياء حوالي بالغرفه، قلت في عندي لابتوب وعندي ديسكتوب وعندي كراسي وعندي هذا الكلام، كيف بدي الاقيهم بالكلام المكتوب لهذا؟ لاقي الناونز، لانه انا شو قلت؟ كرسي ناون، كمبيوتر ديسكتوب ناون، لابتوب ناون، الى اخره. اوكي وفي تلفون مثلا على الطاوله، وفي طاوله، هذول كل الناونز انا اللي لقيتهم، وهي الاشياء. بدك تلاقي الاشياء. طبعا بتبلش تقول مثلا كاستمر، ممكن يعني ممكن بالنهايه يكون كلاس، ممكن مش لانه اكتر، يعني انا ما بقول كل اكتر لازم يكون موجود عندي كلاس رديف له، لا هو نام بنحطه بعدين بنقول بدنا اياه ولا لا. اي تي ام كارد نام، كارد ريدر لا بديش اياه اكيد، يعني بدي ابلش اعمل فلتر للاشياء. يعني كارد ريدر أنا this is a hardware، هذا مش software. طب كيف نتعامل معه؟ هنشوف. This is not even software، it's out. حطيته بالstatic model قبل شوي بالsystem context. Okay. طيب if the system system، لا أكيد system بستخدمهوش. رجاء لا تطلعش باسم class اسمه system. يعني بشوفه كثير. شو system؟ مو كل شيء جوية السيستم. This one out. Recognizes the card. طلع عندي card. كمان this one is out. لأنه أنا طلع عندي ATM card. صار عندي أشياء متكررة. بدي أعتمد واحد منهم وخلي الثاني. مثلاً بشطب الـ ATM card وبخلي card. Read the card number. كمان card number. وهكذا. Okay. فبتعمل لهم filter. Number two. من هذول الأشياء اللي بعمل، أنا بدي أقرب which one is a class and which one is attribute. شو يعني attribute؟
كلاس معناته بالعربي نوع. النوع له خصائص، اتريبيوتس ان الخصائص تبعت الانواع. شو يعني؟ يعني على سبيل المثال بدي اقرر، بدي اقول ATM card class ولا attribute؟ هل في اشياء ولا ما فيهوش اشياء؟ هل بصفه بناء على requirements بدي احط فيه data ولا لا؟ اذا بدي احط فيه data معناته صار عندي card هذا class. اوكي، الان باجي بقول card number، هل هو class ولا لا؟ قولا واحد يعني، اذا شيء عندك مثلا بتصفه بانتجر دبل سترينج الى اخره، هذول اتريبيوتس مش كلاسز. يعني انا يعني لو بدك تكتب كود بتروح تعمل للكارد الرقم تبعه بتحطه بكلاس لحاله بسميه كارد نمبر؟ طبعا لا، فمعناته هو اتريبيوتس، صار عندي نمبر. حتى انا استبقت خطوه لكن مش مشكله، صار عندي نمبر. وهي لو متى بتشوف الاخطاء؟ لو من تطلب من كثير من الطلاب لو من يرسموا يو ام ال موديل، يعني لا بفرق بين كلاس ولا اتريبيوت جزءا كبيرا منهم. جزء يعني مثلا شو بقول لك؟ بقول لك بنك اكاونت وبعمل كومبوزيشن مثلا من بالانس الحساب تبعه. طب شو يعني بالانس؟ بالانس دبل، يعني نوع دبل، يعني بالانس مثلا بقول 120 قرش، كيف بتحطها بكلاس لحالها بالطريقه هاي؟ اوكي، بالانس المفروض تكون جوه بنك اكاونت. يعني اي شيء فيك تصفه بطريقه دبل انتجر بالكود هذا اتريبيوت اكيد. اوكي، لكن انت ممكن يكون عندك مثلا شغله انك فعلا تتحير هي اتريبيوت ولا كلاس. يعني مثلا لو قلت كار وعندي كلر، هل الكلر كلاس ولا اتريبيوت جويت كار؟ وانا بعتمد شو الريكويرمنت تحكي لك اون ذا كلر. إذا قلت لك الكلر عبارة يا بقول لك أصفر ولا أحمر ولا أخضر، معناته هي أتريبيوت لأنه في سترينج، صارت عبارة زي سترينج. سترينج بحط فيه يلو ولا ريد ولا كذا وصارت أتريبيوت. لكن إذا قلت لك كلر والكلر لازم أخزن فيه مثلا الشركة اللي صنعت نوع الإدهان وشو اللون مثلا درجاته، مثلا قديش فيه ازرق قديش فيه، شو هن الاساسيات تبعت الالوان وقديش درجاتهم، هذولا اللي هو ريد وجرين كانه وبلو صح، فقديش درجه كل واحد منهم جوا حتى يعمل نوع كلام معين والى اخره، معناته هذا صار كلاس لانه في داتا. وجويت كار كلر صار الاتريبيوت اللي جوا له من نوع كلر، هون صار زي composition إله. فأكيد إنه أحياناً لازم تفكر، بس إذا شيء واضح مثل number هذا شيء واضح إنه attribute، لكن بصير ممكن تيجي الخطوة الثالثة تقول طيب هذا attribute على أي class أحطه؟ card number وين بدي أحطه؟ بأي class؟ okay. هل بدي أحطه with the ATM card؟ هل بدي احطه مثلا بكلاس اخر ولا لا؟ مثل اللي بده يطلع عندي هون احطه بكاستمر ولا احطه بكارد ولا احطه كيف؟ فهون بدك تقرر. هون صرنا نحكي عن كوهيجن وهاي كوهيجن والى اخره، يعني بدك تحطه بالمكان المناسب بالنوع المناسب. اوكي، that's how we do. اوكي، نمبر 4 وهو اللي هو the relationship. أنا صار اللي classes واقفات، والرسم اللي قدامكم على فكرة هذا الشيء مألوف. أول شيء ببلش بأسماء الكلاسز اللي هو لقيت النامز، ولو من ألاقي الاتريبيوت بحطن بالاتريبيوت اللي هون.
لكن شيء و انه احيانا انه انت بتبلشش بالاتريبيوتس مشان تشوف السيستم كلياته بالطريقه هاي. المهم بالطريقه اللي انت بدك اياها اوكي، وبعد ما تقرر وين الاتريبيوتس اوكي وين يكون الموجودات، وبعدين بدك تقول ذا ريليشن شيب، شو يعني ريليشن شيب، كيف علاقتهم ببعض. لازم تكون العلاقات فهمان كيف نطلع منها كود. يعني رجاء لا تقولش كلاس A وكلاس B وبعدين بينات الاسوسيشن، that's wrong. احنا بدنا نكتب كود، لان انا ما بعرف شو علاقة B بA تنقدر تكتب منها كود. فلازم يكون العلاقة، انت لو من تطلع على العلاقة بتقول انه انا قادر اعمل كود مثلا بين مين ومين الكود، على سبيل المثال قادر اعمل بين الكاستمر، شفتوا كاستمر هون اختاره كلاس لانه بده يحط معلومات الكاستمر مش لانه اكثر، في كاستمر له معلومات بده يحط معلومات الكاستمر اللي انا بتعامل معه اوكي. فلو انا اطلع على هيك، انا فيك تعمل تقول كاستمر وتقول اكاونت وعملها بالطريقه هاي، وقلنا من 1 ما دام حطيت ملتيبليسيتي، ما دام انت وضعك تمام، هي زي ملتيبليسيتي زي اجريجيشن، بقدر اطلع منها كود. شو معنات هذا الكلام؟ معناته كل كاستمر في على الاقل عنده 1 اكاونت او اكثر، معناته شو هو من الكود؟ معناته عندي زي اري من ايش؟ من نوع اكاونت، لانه هاي العلاقه هاي معناتها، ولازم يكون على الاقل فيها 1 اكاونت او ليست طبعا. طيب وهاي العلاقه، هاي العلاقه بتتكون كل اكاونت فيه له اكثر من كاستمر ولا لا؟ هل مزبوط ولا لا؟ انه ممكن يكون الاكاونت في اكثر من كاستمر، يعني الاكاونت مملوك من اكثر من شخص، لما يكون جوينت اكاونت كمان بده يكون عندك زي الاري. ما دام قدرت اطلع منها كود، ما دام انه في كود بقدر اطلع على الرسمه واكتب الكود اوكي، معناته بتكون الوضع تمام. طبعا انا بدي اوقف الاغنى وتحط الاتريبيوت ومنكمل ان شاء الله مع الباوندري كلاسز اوكي، يعني لان المحاضره ظل منها 10 دقائق فبدنا نعطي وقت انه حدا عنده سؤال لنبدا اخذ الحضور. حدا عنده اي سؤال؟ اوكي احنا شعبه واحد اللي بدنا ناخذ لها الحضور اليوم لانهم هم المفروض يكونوا اونلاين. احمد خير الله اوكي، ياسمين السعدي طبعا لا احمد ولا ياسمين موجودين، حسين بني علي نعم حسين موجود، لون افراط الزيتون يا حسين ها حسين هذاك شلون افراط الزيتون معك بقول والله خلصنا وعصرنا ممتاز. عمر حتامله موجود دكتور اوكي. احمد العذاربه احمد، منيب البطاينه موجود دكتور موجود موجود منيب. احمد العمري نعم دكتور موجود. هديل الزبوت هديل غير موجود. هيثم ابو غالي موجود دكتور. كمال عبد الرحمن كمال غير موجود. محمد فودة غير موجود. نعم موجود موجود. إيمان طيفور موجودة موجود. بتول حسن نعم دكتور. محمد عبيدات محمد غير موجود. رؤى التميمي رؤى غير موجودة. خالد أبو هلال
غير موجود. محمد السكران غير موجود. قيس النابلسي غير موجود. فادي بشير فادي غير موجود. محمد السكري غير موجود. أحمد نشأت موجود دكتور موجود. شذا العفيف شذا نعم دكتور. قيس الزاهري غير موجود. لانا أبو بكر موجودة. علي النواصري موجود دكتور. ريم العمري موجود دكتور. ترنيم فؤاد موجودة. أيمن أبو سارة موجود دكتور. ماريا أبو الهيجة ماريا موجود. خلاص الله يعطيك العافية. دكتور لو سمحت أنا هذه الموجودة بس كان المايكي معلق عندي. خلاص إن شاء الله بشيل دور اسمي بس شعبة واحد إحنا أخذنا اليوم. أنا شعبة واحد دكتور عارف بس بحكي لزميلك. خلاص دكتور بس بعد إنك بقدر أحكي معك دقيقة. تفضل دقيقة توقف التسجيل عشان أوكي.